قلت لا رحم الله القراية العورة. قال كيف القراية العورة؟ قلنا حديث واحد ومذهب واحد. في سبيل لكم ان الثاني كلهم غالطي. وانا اشتي قراية بمنظار هكذا وهكذا وهكذا. تعرفوا ما عند الناس بالأباذاهب وبالأقوال وبالأحاديث. وانا انصحكم ان لا تقرأوا القراية العورة وتتوهموا انه غرديك الذي غرق مالك. بل اقرأوا قراية مستضيف بمنظار